أهمية الدبلوماسية الثقافية أو دبلوماسية الثقافة جدا مفيدة للعلاقات بين البلدان، خصوصا بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة أو أي دولة في العالم، لأن الثقافة تربط الجميع، وبلا شك أنها ترسل رسالة بين الشعوب لفهم الآخر ولمعرفة رقي المجتمع في البلدان، سواء كان بلدان ذات العلاقة الدبلوماسية بين بعض أو أي بلاد آخر في الحقيقة. فلها أهمية كبيرة، وهي دبلوماسية من نوع ناعم كما تسمى، أي أنها غير ثقيلة على المجتمع، ويجب أن تظهر فائدة غير مصطنعة، بمعنى أنك أنت إذا أرسلت رسائل ثقافية عن طريق الموسيقى أو عن طريق المسرحيات أو عن طريق المعارض الفنية إلى مجتمع معين، فإنها تصل بسلاسة وتوصل الفائدة من معرفة المجتمع الآخر بأنه مجتمع راقي ومجتمع متحضر ولديه ثقافة فنية متحضرة وراقية. أنا تشرفت أني حضرت أوبرا كارمن، وكان حضور منقطع النظير وإعجاب بهذه الأوبرا المتميزة العريقة، وأعتقد أنه أوصل رسالة كبيرة بأن أبوظبي ودولة الإمارات تهتم بهذه الأعمال الفنية المتميزة، فكان عمل جدا رائع، وأعتقد أنه يعني أبرز أهمية دولة الإمارات في مجال إبراز الفنون والأوبرا ومجمل أنواع الفنون في مجتمع دولة الإمارات. هناك أهداف كثيرة، لكن الأهم من تحديد الأهداف هو أن نرسل رسالة إلى المجتمع البريطاني بأن دولة الإمارات تهتم بالثقافة وبالفنون وبالموسيقى، وهي من الدول التي تدعم هذه النشاطات، بحيث أنها ترسل رسالة متحضرة لهذا المجتمع. أعتقد أن دولة الإمارات قضت خطوات كبيرة في هذا المجال، ويجب أن تبرز هذه الخطوات. وأعتقد أن أيضا عندما تصل هذه الرسالة للمجتمعات الغربية بالتحديد، وخصوصا بالنسبة لنا نحن المملكة المتحدة، سوف يكتشفون بأن دولة الإمارات كمجتمع وكقيادة تهتم كثير بالنشاطات الفنية والثقافية، وهذا أيضا سوف يفيد في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين. الثقافة رسالة متميزة في ربط العلاقات بين المجتمعات وأيضا بين الدول. كما ذكرت أن الثقافة تربط الشعوب مع بعض، فهم الآخر يأتي عن طريق فهم ثقافته، ويجب أن تكون رسائل الثقافة أو الثقافة الناعمة أو الدبلوماسية الثقافية الناعمة يجب أن تكون طبيعية وغير مصطنعة، بمعنى أن أي بلد تريد ترسل رسائل ثقافية لتوطيد العلاقة الدبلوماسية مع هذه الدول، يجب أن تحرص على أن تكون هذه الرسائل ناعمة بمعنى الكلمة، أي أن تكون طبيعية بحيث أن يفهمها الآخر على أنها طبيعية وليست متصنعة من قبل هذه الدولة لسبب أو لآخر. فهذا مهم جدا بحيث أن تكون فاعلة في إيصال الرسائل. أعتقد أن مهرجان أبوظبي يوم عن يوم وسنة عن سنة يتطور ويرسل رسائل إيجابية جدا للمجتمعات التي تفهم هذه الثقافة الدبلوماسية. يعني أتمنى أن تستمر هذه النشاطات الثقافية في الخروج إلى العلن
حتى توطد العلاقة سواء كانت دبلوماسية ناعمة أو أيضا سمعة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.